هل الطلاق الحضاري ده تقصد بيه أفضل من الاستمرار في الزواج الفاشل؟ يعني هل نلجأ إلى الطلاق الحضاري بديلا عن الزواج المتعسر، بديلا عن الزواج الذي لا ينجم عنه سوى مشاكل وتعقيدات حياتية وما إلى ذلك؟ شوف سيادتك، إذا يعني إحنا عندنا لما يكون نحط الطلاق في موضعه، يبقى إذن حنتلافى حالات الغضب التي يطلق فيها الأزواج بدرجات الغضب المختلفة. يعني إحنا لما بيجينا سؤال ونرى في إن الزوج كان في حالة انفعال وحالة غضب وثورة، وبعدين قال الكلمة دي، لا طب روحي وإنت كذا وكذا وكذا وكذا، وربما يشدد بقى ولا يعني سلاسا ومش عارف الكلام ده كله. احنا بقى بنبص لهذه الواقعة المعروضة امامنا، وبنبص للفقه الاسلامي او الفهوم التي فهمها العلماء على مر العصور من النص الشرعي ومن الادلة الشرعية، فبنلاقي ان سيادتك في مساحة كبيرة جدا جدا تعطينا الحلول بالنسبة لكل مشكلات الحياة الزوجية وكل مشكلات الحياة بلا شك. يعني فبنلاقي الفقهاء يعني عندهم مرونة وعندهم سعة، لما ننغلق على اتجاه معين ولا على آراء معينة هي كانت صالحة هذه الآراء أو ربما تنحل بها مشكلات أخرى، لما ننغلق عليها ولا نستصحب الآراء الأخرى التي تنحل بها هذه المشكلة نكون هنا أمام أزمة. ولذلك في هذه الحالات من الغضب احنا اللي هي اكثر حالات الطلاق، لان ما فيش حد هيطلق وهو مبسوط، يعني لا طبعا هو بيطلق وهو غضبان وزعلان وفي ثوره وفي انفعال. فبنقسمها لثلاث اقسام. ثلاث اقسام. ثلاث اقسام. بنشوف حال المطلق رايح فين، في القسم ده يا في القسم ده يا في النص. القسم الاولاني ان يكون الشخص الغضبان ده غضب شديد جدا بحيث لا يدري شيئا، وبالتالي هنا فاتكلم بكلمة الطلاق، ولما خلصنا والأمور هديت فبنقول له يا فلان أنت طلقت لي زوجتك، يقول لك ما حصلش، يعني أنت غير مدرك تماما لما قلت، قال أنا ما حصلش مني طلاق أصلا وأنا اتكلمت بالطلاق. يقول له أنت اتكلمت أمام فلان اللي كان معانا هنا، هو فلان ده كمان كان هنا. شوف حالة الانفعال وصلت به إلى أنه أغلق عليه مزبوط. تماما فلم يعد يعي شيئا، وبالتالي طلاقه ليس واقعا قولا واحدا وباتفاق الأمة. وده اللي قصده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا طلاق في إغلاق. يعني لا طلاق في حالة غضب، هذا الغضب كان شديدا جدا بحيث ترتب عليه أن الإنسان أغلق عليه تماما، عايش في الظلمة مش شايف قدام. مش شايف حاجة. نمرة اثنين الحالة المقابلة، لا ده صحيح في مشكلة حصلة لكن ما زلت في وعي وفي إدراك التام ومدرك وفي وعي كامل. ده أنا كمان ما اكتفيتش بكده، ده أنا خدت الزوجة، هو يعني بيتكلم طبعا ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، خد زوجته وراحوا للمأذون. ده في عمدية، ده في سبق الإصرار والتراصي خلاص، بس في مشكلة غضب بس الغضب لم يؤثر بقى. لا ما يؤثرش على الإدراك، لا ما أثرش على شيء. ده لطلق وهو مرتاح ومدرك لكل شيء بكامل إرادته. ده في الحالة دي بعد ما نتحقق من شروط الطلاق الأخرى، إن هو تلفظ بأي لفظ وشيء من هذا القبيل، نقول له بقى طلاقك واقع. واللي في الوسط؟ اللي في الوسط بقى هي الدرجة دي اللي اختلف فيها العلماء. أيوة. اللي هي الدرجة التي لم تصل إلى حد الإغلاق ولم تصل إلى حد الوعي التام، بل فيها حالة الدهشة. يعني احنا ما بين الإغلاق والإدراك، في ايه اللي في الوسط؟ الوسط دي مرحلة بقى فيها ضبابية شوية، فيها الضبابية اللي بتؤدي إلى انفعال وفي تؤدي إلى الدم بيجري في العروق، لكن هو عارف يتكلم، هو مدرك وعارف يعني من اللي عايش. فيها شيء من الإغلاق وشيء من الإدراك، فيها هذا وفيها هذا. الحالة دي اختلف فيها العلماء. الذي يفتى به هنا في دار الإفتاء المصرية ونفتي به ونطمئن إليه وتقتضيه الأدلة الشرعية أن هذه الحالة من الانفعال التي لم تصل ولم تصل هي لا يقع فيها الطلاق أيضا. لكن دي طبعا ما حدش بياخدها كده وقول أن أنا لم انفعلت ولا يقع الطلاق، ده بيحتاج إلى أن تحقيق معه. إحنا بيتم التحقيق ده على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى بتتم أمام باحث الفتوى وأمين الفتوى في إدارة الفتوى الشفوية. كويس. وده لابد يجي الزوج والزوجة معا ويحكوا اللي حصل. هو إذا وجد بأن الطلاق واقع لا يفتي في المسألة. جميل. وإذا وجد أنه مش واقع بيقول لهم طب خلاص أنتم طلاقكم مش واقع. جميل. إذا وجد أنه واقع من وجهة نظره يرفعه للجنة تانية. اللجنة التانية دي بتنظر نفس الكلام لو لقيته واقع وتحضرهم مع بعض. إذا لقيته واقع بترفعه للمفتي فيه. للمفتي نفسه. نعم. يعني معنى ذلك أن المفتي هنا في هذه الدار هو الذي يقرر هذا. في مثل هذه الحالة نعم فعلا. بالفعل بتيجي اللجنة في النهاية هنا ونقول والله بتيجي المستفتين يعني هنا الزوج والزوجة وبنعمل لهم لقاء شهري يعني كل نجمع الحالات كل شهر ونقعد في يوم. حوالي قد ايه فندم في الشهر تقريبا؟ يعني ممكن بقى في الحالات اللي لان احنا المنهجيه ديت اتضح بالفعل ان نتيجه لكثير من الاسباب يعني. ولذلك انا بنقول ما تنطقش بكلمه طلاق خالص يعني. حالات الجهل، حالات الغضب، حالات اخرى، خلافات، شيء من هذا القبيل. بنجد بالفعل بعد التحقيق والتمحيص والتدقيق في المساله بان الذي يقع من الالف حاله واحده. يعني انت لو جالك ألف حاله واحد في الألف يعني ممكن في الشهر خمس حالات طلاق واقعه. لكن جاي لك كام في الشهر؟ 5000.